حقق سوق الساقطية الأثري في مدينة حلب جائزة أكروم الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية، والذي قدمته مؤسسة الآغا خان. نحن لنا الفخر أنه حصلنا على جائزة إكروم اللي هي بدورتها الثانية. طبعا الجائزة للممارسات الجيدة للمواقع التراثية والأثرية، تفوقنا على 56 مشروع تراثي عربي. طبعا هي كانت ناتج عمل الحقيقة وجهد كتير كبير، كانت منافسة شديدة لأنه المشاريع اللي تقدمت لا تقل أهمية أبدا عن سوق السقطية. اللي ميز سوق السقطية عن المشاريع الأخرى واللي خلاها تفوز بالجائزة الكبرى هو الحقيقة الظروف الاستثنائية اللي نحن مرينا فيها أثناء تنفيذ العمل. نحن كنا طالعين من الحرب حديثا، فقدرنا نطلع من قلب الدمار، قدرنا نأمن كوادر محلية 100% مهيئة مدربة، قدرنا نشتغل ضمن المعايير العالمية رغم كل الظروف. وكان سوق السقطية استغرق عملا كبيرا استمر لعدة أشهر لإعداد الدراسات اللازمة قبل انطلاق الأعمال كافة للحصول على مشروع نموذجي مميز. مشروع سوق السقطية بدأت دراساته سنة 2018، في بداية سنة 2018 أخذنا تقريبا 6 شهور في عملية دراسة السوق. بعد انتهاء التوثيق اللي كان أمين في توثيق الثلاثي الأبعاد، نحن أخذنا 6 شهور في عملية دراسته للسوق، لأنه كان المطلوب من مؤسسة الآغا خان أنه هذا يكون، نحن بدنا سوق نموذجي يكون هو نموذج لترميم الأسواق في مدينة حلب. هذا السوق عبارة عن باكوت أعمال مجلس مدينة حلب بالتعاون مع الأمانة السورية ومؤسسة الآغا خان للخدمات الثقافية ومديرية الآثار والمتاحف. تم العمل طبعا بحرفية كبيرة. هذه الجائزة طبعا ستكون حافز لنا لأنه نطور أمورنا بشكل متتالي. أهمية مشروع ترميم سوق السقطية الأثري تأتي لكونه يظهر مقدرات الخبرات السورية ورأس المال الوطني في إعادة إعمار ما هدمته الحرب، والخسائر الكبيرة التي تسببت بها ليس على صعيد سوريا فحسب، وإنما على صعيد الإنسانية والتراث الثقافي العالمي. تأتي أهمية ترميم سوق السقطية الأثري كونه يظهر قدرات الخبرات الوطنية في إعادة إعمار ما دمرته الحرب دون المساس بالهوية التراثية المعمارية. للإخبارية السورية مصطفى كوسا، حلب.